هذه رؤيانا وهذا عملنا وهذه توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله سمو ولي عهده الأمين. أتمنى إن شاء الله أن يكون هذا المركز منارة إشعاع لكل من ينضم إليه وكل من يستفيد منه ليقدم عملا بارزا ومفيدا للجميع إن شاء الله. أرجو أن يوفقون في هذا المجال دائما، لأنه هذه اللمسات وهذه الأعمال الجليلة أعتقد أنها ستكون لها مستوى جيد في المستقبل إذا واصلوا المسيرة، أن لا ينقطعوا ولا يتوقفوا. المركز يحتضنهم ويحتويهم ويدفعهم للأمام في سبيل إنجاز أعمال على مستوى رائع جدا إن شاء الله. أهدافنا نريد أن نوصلها من خلال عدة وسائل وأساليب وممارسات، نستطيع من خلالها أن تصل رسالة المركز إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع، وأيضا عبر شرائح المجتمع المختلفة. فلذلك من هنا جاءت مسابقة حواركم هذه في نسختها الثانية هنا، وخصص لها حقيقة ميزانية حوالي 250 ألف ريال من قبل المركز لدعم حقيقة صناعة كوادر إعلامية سعودية من الجنسين، وبالتالي هذه نعتبره رصيد للوطن. في النهاية أنك تستطيع من خلال التصوير الفوتوغرافي أو من خلال عمل الأفلام القصيرة بأنك تصنع كوادر سعودية، وأيضا هذه المواهب الموجودة كيف نكتشفها وكيف ندعمها وكيف تصبح بإذن الله تعالى داعمة لوطنها في المستقبل. ناهيك عن أن هؤلاء عبر هذه الأفلام القصيرة وأيضا الصور الفوتوغرافية يحملون هم الوطن وإيصال رسالة المركز إلى شريحة كبيرة جدا. ولذلك هذه المنتجات التي حصلت هذه الليلة سواء في التصوير الفوتوغرافي أو في الأفلام القصيرة ستصبح من ملكية المركز. سوف نعمل على نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحيث أنها توصل لنا الرسالة التي نعمد إلى إيصالها للمجتمع الخارجي وسواء في الداخل أو في الخارج بطبيعة الحال. لكن الفخر الحقيقي حقيقة هو هذه المواهب التي رأيتموها الليلة من شبابنا وشاباتنا الذين أبدعوا حقيقة في المجالين، وبالتالي هذا هو محل الفخر بالنسبة لنا في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. المنافسة مرة ما كانت سهلة، كان في عدد كبير من المسابقات أو المنافسات عفوا. التميز هنا أنه أنت تقدر تجيب فكرة قد ما تقدر تكون يعني متميز على الكل، الكل ما قصر لك، نحن حاولنا نشتغل على الفكرة أكثر وعلى الكادر اللي معنا برضو، أيضا كان في كادر كبير وما قصر. شعور جميل حقيقة، يعني شعور الفوز يبقى له طعم مميز.